كلمة جمهورية العراق. يتفضل معالي الأخ محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تفضل. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. السيد رئيس الاتحاد البرلماني العربي الأستاذ محمد الحلبوسي المحترم، السادة أصحاب المعالي رؤساء المجالس النيابية العربية ورؤساء الوفود المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغمرنا السعادة في هذا اليوم المبارك بإذن الله أن نستضيف أشقائنا العرب في بغداد السلام، عاصمة العراق الحضارة والتاريخ والمستقبل، في المؤتمر 34 لاتحاد البرلمان العربي. ننتهز هذه الفرصة لتأكيد مبادئ الأخوة والصداقة العميقة التي تجمع بيننا وبين أشقائنا العرب، مع الرغبة الصادقة والحقيقية للتعاون العراق مع أشقائه. نشكر حضوركم الكريم في هذه الدورة التي تحمل عنواناً يؤكد عمق أواصر العلاقة والمشتركات الجامعة بيننا، ونأمل تأكيد من خلال قرارات فاعلة يمكن اتخاذها منطلقاً للعمل والتعاون المشترك في المجالات كافة. لقد قطع العراق شوطاً كبيراً في النصر على الإرهاب عسكرياً وأمنياً، إذ نشهد حالة الاستقرار الأمني الكبير بحمد الله وبفضل دماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمتها قواتنا الأمنية البطلة وأبناء شعبنا طوال السنوات الماضية. وأحد آيات ذلك نجاح العراق في تنظيم بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، واحتضان الوفود والجماهير العربية الشقيقة. أيها السيدات والسادة، ندعو جميع الأشقاء وعبر مجالسنا النيابية إلى تبني التشريعات الضرورية واللازمة ومصادقة الاتفاقات المتعلقة بتعزيز وتسهيل التجارة البينية وتحسين بيئة الاستثمار وتوحيد المواقف في المحافل الدولية المتعلقة بالتجارة والطاقة. إن العراق في إطار عملية البناء والإعمار وسعيه الحثيث لتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين، يدعو جميع أشقاء العرب للمساهمة الفعالة في استغلال الفرص الحقيقية للاستثمار في مجالات المطروحة كافة. وفيما يتعلق بملف البيئة والتغيير المناخي والأمن المائي والغذائي، فإن بلداننا من أكثر الدول تأثيراً بالظروف والمتغيرات البيئية نظراً لموقعها الجغرافي، الأمر الذي يتطلب موقفاً عربياً موحداً وتوحيد الجهود وتفعيلها تجاه هذه التحديات، وخصوصاً ما يتعلق بالأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من مياه الأنهار، إذ يعاني العراق من هذه المسألة مع دول المنبع منذ عقود. الأخوات والأخوة الأفاضل، أن بلادنا العربية مرت وما زالت تمر بظروف أقل ما يقول عنها أنها صعبة، إذ غاب الاستقرار عن الكثير منها لأسباب عديدة أبرزها الصراعات السياسية الداخلية والتدخلات الخارجية التي تغذيها وتسعى لاستمرارها. لذا فإننا مطالبون اليوم باتخاذ موقف واضح تجاه هذه الأوضاع، وصولاً إلى أوضاع أكثر استقراراً للنهوض بالبلاد العربية جميعاً لما تمتلكه من أسباب للنهوض. ومن هذا المبدأ نؤكد موقف العراق الداعم لأشقائه العرب جميعاً، ولا سيما الأخوة في سوريا العزيزة، وما تمر به هذه الأيام من ظروف إنسانية عصيبة نتيجة الزلزال المدمر التي حدثت مؤخراً،
مما يتطلب منا وقفة داعمة وساندة بالقول والفعل. ولم يدخر العراق وأشقائه من دول عربية أخرى في أداء واجبهم تجاه أشقائهم، ومن خلال تقديم الإغاثة وعمليات البحث والإنقاذ ومساندة المنكوبين في هذا الحدث المؤلم، إلا أننا مطالبون جميعاً بموقف أكثر دعماً لهذا البلد العريق والغالي على قلوبنا جميعاً، عبر إعادته إلى وضعه الطبيعي ومكانته بين أشقائه العرب. الأعزاء جميعاً، يؤكد العراق موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، ولن تثنينا عن موقفنا هذا أي متغيرات أو مغريات، كونه موقف نابع من صميم ضمير شعب العراق جيلاً بعد جيل. وسنسعى معكم بكل ما نملك من مصادر قوة في كافة المحافل إلى تأكيد هذا الموقف الداعم لأشقائنا الفلسطينيين وحقوقهم في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. ختاماً، نجدد ترحيبنا بالأشقاء العرب جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الدورة الاستثنائية ناجحة في اتخاذ القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة شعوبنا. وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في بغداد المحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.